نستقبل الأستاذ خالد. أستاذ خالد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. كنت عم أقول للمستمعين قديش قطاع الزراعة بالمملكة العربية السعودية هو ركيزة أساسية، ويمكن المملكة أكيد عم تسعى جاهدة لجعل السعودية خضراء ضمن خطتها رؤية 2030. اليوم خلينا نعرف من حضرتك أفضل وقت للزراعة بكل مناطق المملكة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا ما في شك أن بعض النباتات تختلف، لكن بشكل عام تكون النباتات في الزراعة في إبريل ونصف سبتمبر وأكتوبر، تكون هذه أفضل أوقات للزراعة. وغير كذا طبعا في تجارب بعض النباتات أشجار قليلة أنها تكون في عز الشتاء وفي عز الصيف، يعني من الفرحيات أفضل وقت لها تكون في عز الصيف. بالنسبة للنباتات البرية مثل الغضاء هذا يكون وقت الشتاء أفضل، لكن بشكل عام هو أبريل ومن منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، هذا يكون أفضل أوقات الحقيقة. شو هي أهم الأشجار الصالحة للزراعة بالمملكة العربية السعودية، وفي أشياء بتختلف من منطقة لمنطقة؟ والله الاختلاف يكون أحيانا قليل، لكن المركز الوطني لتنمية النخاع النباتي مكافحة التصحر عاد قائمة بالأشجار المسموح بزراعتها في مناطق المملكة. وطبعا أي ناشط ديني أو أي جهة حكومية تبتزاهي طبعا تلتزم المركز الوطني للتسلع للنباتات الصالحة. ففي نباتات طبعا بشكل عام تكون نباتات محليه والاشجار المحليه للمملكه العربيه السعوديه. في منها اجزاء طبعا تنفع بجميع مناطق المملكه بعض الاشجار الكبيره. لكن في منها اشجار ضاره وهذه ممنوع زراعتها اساسا. مثل شو الاشجار اللي غير صالحه للزراعه في المملكه؟ والله في يعني كان التركيز من قبل المركز الوطني ووزارة البيئة كان التركيز على أشجار البرزوبس والبرزوم، لأن هذه تسبب طبعا تدمير البنية التحتية وقوة جذورها، وخصوصا البرزوبس لما تزرع البرزوم عفوا لما تزرع في المنازل أو حول المنازل هذه تسبب تدمير البنية التحتية وقوة جذورها. بالنسبة للبرسوبس هو نوع طبعا من أنواع الغاب، هذا نبات غازي جميع دول العالم تكافح سواء انتشاره وأضراره، لأن أساسا هو يقبع النباتات المحلية اللي تكون حوله. فمحافظ النوع هذا من كل الدول العالمية. طب التقنيات الحديثة في الزراعة قد ايه صارت عم بتساعد بزراعة الأراضي المتدهورة؟ والله هذا التطبيق هو حديث وكان نقلة نوعية الحديثة قبل المركز الوطني. أنا استخدم في البداية يعني قبل فترة كانت الزراعة خاصة بنشر البذور عن طريق طائرات درون بنشرها في مساحات شاسعة، وأنت عارف أن المساحات الشاسعة تاخذ مجهود كبير لو بالأشخاص يعني إزراعها. فكان نشر البذور هذا من أول ما تم تطبيقه بالنسبة للزراعة للمناطق المتدهورة والمحميات الملكية. نوعية ثانية وهي بالنسبة للروبوتات الذكية. الروبوتات هذه طبعا تقوم بالزراعة والري، يعني تغنينا عن حتى شبكات الري. فتقوم الزراعة الروبوتات هذه طبعا الذكاء الاصطناعي بالنسبة للزراعة مهمة جدا، تعتبر نقلة نوعية. خصوصا ان تطبيق الروبوتات هذه ان شاء الله عن قريب يتم تطبيقها تزرع سواء شتلات او بالبذور والري برضه عن طريق الروبوتات. يعني المستقبل مضيء برايك فيما يتعلق بالتشجير والزراعه بالمملكه العربيه السعوديه؟
جدا جدا، خصوصا بعد استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقدم فيها، فهذا يعني يوفر جهد كبير ووقت كبير وزراعة مساحات شاسعة، وحتى نحط الرؤية السنوية ونوي العهد ونصل للعدد المطلوب، وإن شاء الله حنكون واصلين للعدد المطلوب قبل 2030 ان شاء الله. شكرا لك استاذ خالد، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. شكرا. اذا مستمعينا ان شاء الله بكره نلاقيكم.